السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جودة المشحي من قناة يسر. نستكمل إن شاء الله شرح الإحصاء chapter 9 estimation and confidence intervals. طيب هذا مرة يعتبر سهل، كله يعتبر يعني إنه تعويض مباشر على طول في أغلب الأشياء، بس نفهمها. عندنا four learning objectives إن شاء الله، وزي ما نبهنا هذه النوتس المكتوبة من دفعة سابقة، مو أنا كتبتها. طيب بسم الله، أول learning objective بس قاعد يتكلم عن إنه إيش هي point estimate. point estimate هي a single value point driven from a sample and used to estimate the population value. فتقدير النقطة، فكرة إني أقدر النقطة، هي أساسا single point، يعني نقطة واحدة أو value واحدة ناخذها من sample عشان نتوقع قيمة population. طيب فهي كاتبة هنا إنه there is no confidence، فعشان كذا إحنا لأن أنا لما أجي الحين هو كإكزامبل عليها إني مثلاً I estimate the mean from الإكسبار اللي هو المين حق السامبل، فإني آخذ السامبل ونطلع منها قيم بحيث إن نتوقع قيمة البوبوليشن، فهذه ما هي مرة دقيقة. فالإكزامبلز عليها مثلاً المين إنه آخذ الإكس بار، أقدر أطلع من الإكس بار، أقدر أتوقع من خلاله المين، من ستاندرد ديفيشن إس أقدر أطلع السيجما، ال برضو الفاريانس، ال بروبريشن البوبوليشن اللي هي عندنا في السامبل بي، أقدر أطلع منها ال حقت البوبوليشن باي. فيقول إن ترى البوينت استيميت بس تقول لنا بارت واحد من القصة كاملة. While we expect the point estimate to be close to the population parameter, we would like to measure how close is really is. يعني بما أننا حنا كذا ولا كذا قاعدين نقدر النقطة ونقدر القيمة، حنا حابين أيضا نعرف لأي درجة هي قريبة. فهذا يسمى a confidence interval serves this purpose. فالconfidence interval هو اللي يبين لي هذا الشيء، يبين لي هل القيمة اللي أنا طلعتها قريبة من النطاق اللي عندي أو لا، فيوريني قرب القيم السامبل هل هي قريبة إلى قيم البارامتر البارامتر أو لا. فهذا ليش أسوي اللي هو confidence interval، بحيث أني أتفادى الأخطاء وأقلل تأثير الأخطاء. طيب نجي learning objective 2، الconfidence interval estimate. فتقدير فاصل الثقة هذا is a range of the value range، يعني من إلى. طيب considerate from a sample data اللي هي point estimate، يعني هي considerate يعني تجي من إيه، بناء على انها جايه من السامبل داتا. اللي هي وش السامبل داتا اللي تكلمنا عنها هنا، اللي هي البوينت استيميت. So that population parameter is likely to occur with this range. فيقول لي هو رينج يجيني من السامبل داتا، يقول لي ان ترى البارامتر ممكن يقع في هذا الرينج. طيب at a specific property. طيب specific البروبيت اللي يعطيني إياها المحددة، هو يعطيني إياها في السؤال، مثلا يقول لي 90%، 95%، 99%، هذه تسمى level of confidence. فهو الconfidence interval estimate تكون من شيئين، يتكون من الاستيميت اللي هو البوينت استيميت اللي أطلعها من السامبل، ويتكون من شيء ثاني اللي هو level of confidence. طيب فهذا level of confidence اللي هي the specific property calls a level of confidence اللي هي راح تكون موجودة في القانون. طيب وشو قانون ال confidence interval estimate؟ ناخذ ال point estimate سواء كانت، طبعا هي تكون السامبل دا هذا، سواء كانت mean standard أيا كانت موجودة،
وأجمع وأنقص منها اللي هي margin of error. المارجن اوف ايرور هو ايش المارجن اوف ايرور؟ انا ابغى القانون، دقيقه لحظه، ابغى المارجن اوف ايرور هو ال يتكون من ايش؟ يتكون من شيئين، زد اور تي، طيب، مضروبه في الستاندرد ايرور. حلوين، الزد او تي شلون اطلعها؟ على حسب الكونفيدنس ليفل اللي انا اللي هو قايل لي اطلعها من الزد تيبل. فحنا عندنا ثلاثه يعني غالبا ما يسالون لعنها، كونفيدنس ليفل اللي هي 90% و95% و99%. ال 90% لما اسوي حساباتي راح تطلع لي كزد 1.65، ال 95 راح تكون 1.96، ال 99 راح تكون 2.58. طيب فايش يقول؟ يقول عشان اسوي هذا الشيء، اسوي اطلع الكونفيدنس انترفل استيميتد، عندنا تو سيتويشن عشان احسب الكونفيدنس انترفل. يا انه يكون الستاندرد ديفيشن، ستاندرد ديفيشن انا اقول طيب ما علينا، ستاندرد ديفيشن تكون معروفه البوبوليشن او انها تكون غير معروفه. طيب فلما تكون معروفه اللي هي اول سيتويشن، وي يوز ا سامبل داتا تو استيميت الميو اللي هو البوبوليشن مين وذ الاكس بار، وراح نستخدم الزد تيبل. طيب اما لما تكون unknown اللي هي population standard deviation، راح استخدم التي تيبل. اوكي صراحة انا قفلت بس ما اذكر ابدا وين انا كنت فيه. الزبدة اتوقع كنا هنا. طيب طيب اذا الستاندرد ديفيشن ما هو معلوم، unknown، وراني على unknown، طيب فايش نسوي؟ we use a sample data to estimate the mu زي ما قلنا. With this in this case we substitute the sample standard deviation. فاحنا في هذه الحالة راح نستخدم sample standard deviation عشان نطلع the population of for the population standard deviation. في هذه الحالة راح نستخدم التي تيبل، راح تشوفون الحين يعني انتم بس يعني فهموها كفكرة. هنا تكلم برضو عن level of confidence، تو تكلمنا عنها فوق. يا اننا نحفظها يا اننا نحلها. وكيف نطلعها؟ كيف نطلع قيمة الزد لما يعطيني نسبة معينة؟ اول شيء اسوي اروح واخذ القيمة هذه، مثلا اعطاني 95، اروح اقسمها على 2. طيب إذا قسمتها على 2 راح تطلع لي تكون 4.75 أتوقع، 95 تقسيم 2، طيب لا تصير 47.5. طيب 47.5 هذه اللي هي أساسا يعني بالمية راح تكون 0.4750. أروح أبحث في الجدول عن هذه القيمة، لقيت هذه القيمة أشوف كم قيمة زد، فتصير 1.96. أوكي فهذه هي الفكرة. طيب يلا نجي نحل، نجي نطلع الكونفيدنس انترفل فور مين، ويكون الستاندرد ديفيشن حق البوبوليشن معلوم. فوش القانون يقول؟ طبعا احنا عارفين هذا، تو قرينا هذا القانون، قلنا point estimate زائد ناقص margin of error. الحين راح نشوفها بالتفصيل. فهو راح يكون إذا كان للمين راح تكون point estimated راح تكون sample mean اللي هي x bar ناقص أو زائد عشان نطلع النقطتين، لأنه أساسا قلنا إنه range، فهنا بتكون الناقص وهنا بالزائد. المارجن اوف ايرور، المارجن اوف ايرور ايش يتكون منه؟ الليفل اللي هو الزد اللي تو طلعناه من هنا اللي هو كونفيدنس ليفل، مضروبه في الستاندرد ايرور تكلمنا عليها الشابتر اللي راح. طيب
فإيش رح يكون؟ رح نقول إن الX بار مضروب زائد وناقص الزد مضروب بالستاندر إيرور اللي هو الستاندر ديفيشن للبوبوليشن على الجذر التربيعي للسامبل اللي هو N. هنا يقول إن الودث أوف يعني الودث اللي هو الانتشار، مو الانتشار، اللي إنه يكون الودث يا ناس دقيقة العرض، إيه اللي هو كذا يعني هذا يعني كيف يكون، يا يكون يعني هو الحين كذا أو مثلا يكون مرة أعرض، فأيش إيش اللي يخلي يسوي يعني تبعد وش اللي كيف هو على إيش determined by the level of the confidence and size of standard error mean. فهو إيش يتأثر في العرض بشيئين، يا يعني level of confidence اللي هو 95 و99 و اللي هي الزد، أو ال size اللي هو حق standard error of the mean. فهذه standard error of the standard error في ذمين أساسا تتأثر بتو فاكتور، إما بالستاندرد ديفيشن أور في النمبر أوف أبزرفيشن اللي هو سامبل إن. فالودث يتعرض يتدترمند بتو ثينكس، يا ليفل أوف ذا كونفيدنس أو السايز أوف ذا ستاندرد إيرور أوف ذا مين. طيب السايز ها الستاندرد إيرور أوف ذا of the mean is affected بتو فاليو، يا بال زي ما قلنا ستاندرد ديفيشن ولا الان. طيب هنا برضو قاعد يقول the factor effect of confidence interval the width is confidence interval by. طيب الحين أنا كل ما زاد عندي السامبل كل ما زادت يعني أنا كل ما أخذت سامبل أكثر كل ما كان confidence أحس غلط more confidence when standard deviation is large less okay okay. طيب كل ما اخذت سامبل سايز كبير كل ما كان الكونفيدنس عندي اقل. طيب وكل ما كان كان في تغير في ال في البوبوليشن فراح يكون عندي ايش usually اللي هي لا اله الا الله الستاندرد ديفيشن راح تكون استيميتد باي الستاندرد ديفيشن سامبل. اخر شيء ذا ديزايرد ليفل اوف ذا كونفيدنس 90 او 95 هي تتاثر بهذه الثلاث اشياء، او شيء ان السامبل سايز ياثر على الويدث، التغيرات تاثر على الويدث، بحيث انه كل ما كان عندي كل ما كان الستاندرد ديفيشن عندي لارج الكونفيدنس عندي راح تكون لارج راح تزيد. آخر شيء لما أنا مثلاً ال level of the confidence المطلوب عندي 90 أو مثلاً 95 فيعني يقول لي إنه مثلاً كل ما كان لنفترض إنه أنا ال confidence عندي 99 وعندي two range من 17 إلى 20 أو من 14 إلى 15 إيش الأفضل تختارون؟ أكيد الأكثر بحيث إني أضمن إنه يكون قيمتي موجودة داخله بحيث ان الكونفيدنس حقي يكون مرتفع. طيب فبرضو في شيء اخر يقول ان لما انا مثلا الليفل كونفيدنس عندي مثلا 95 يعني قيمة هذا 95 ورحت ويعني حولتها الى 99. طيب بما اني حولتها من صغير كبير راح يكون يعني راح يكون اوسع. طيب الرسمة نفسها راح تكون أوسع، أما لما يكون من كبير لصغير راح يكون نارو أكثر راح يكون أضيق أكثر. طيب عندنا examples نأخذ أول واحد طيب يقول هذه الشركة إنه بالمختصر إن الشركة هذه تعبي خوخ في علب أوكي في كابس بلاستيك كابس البلاستيك كاب هذه المين حقها أو
مقاسها 4.51. طيب عشان احنا نتحقق ان each cup continuous at least this required amount، ان بحيث ان نتأكد ان كل كوب فيه الـ amount المطلوبة، الشركة مش answer in each cup of course not. فالشركة أساساً قاعدة تعبي هذا الجل أو الخوخ في الـ في الـ في البلاستيك كاب، فطبيعي إنه ما يكون exactly إنه كلهم 4.51. ف some cups ممكن راح يكون فيها more some راح يكون أقل. فيقول for from historical data deal monitor known that 0.04 ounces is a standard deviation. أساساً هم الشركة يعني بالبداية قالوا إن الشركة ترى الكوب أساساً مقياسه 4.51، فنعرف إنه هذا المين. بعدين قالوا ترى 0.04 إحنا نعرفها من قبل إنها الستاندرد ديفيشن حقنا للعملية هذه كاملة. يقول إن أنسز following the normal property distribution، خلاص إحنا قاعدين نتعامل مع normal property distribution. The quality control technique select a sample، فال حق الكنترول راح واختار سامبل، السامبل اللي هو 64 هذه الان. طيب عشان يقيس في كل كوب ويشوف يعني هل هي قاعدة على الرينج ولا لا. فيقول انه measured the amount in each cup and compute the mean. طبعا المين لايش؟ للسامبل اللي اختارها اللي 64. فالمين كان sample mean كان 4.507 developed. طبعا الحين السؤال يقول developed 95 confidence interval for a population mean using the confidence interval is the process filling the cup to desired amount. فالحين قال يلا اشتغلي طلعي confidence interval، خلاص ما اعطيني المعلومات كاملة. المعلومات هو شيء خلاص، انا اعرف المين اللي هي الميو، أعرف الـ population standard deviation، أعرف عدد السامبل، وأعرف المين حق السامبل، وأعرف الـ level of confidence اللي يبي. طيب الـ level of confidence أول شيء طلع الزد، بعدين عاد نضربه في المعلومات اللي عندنا. فخلاص أنا طلعت الزد، طبعا أنا أكون حافظتها أو أطلعها من الجدول. بعدين هذه أول process، بعدين أروح أعوض. خلاص أنا عوضت في كل شيء في مكانه، القانون عندكم انتوا تعرفون الاشياء. فخلاص بس تعويض مباشر. فلما عوضت طلع لي ان الرينج او الكونفيدنس انترفل 4.47 4972 وايش و 4.5168. فالسؤال اساسا يقول هل هذا البوبوليشن مين طيب يعتبر في الكونفيدنس انترفل؟ ايه يعتبر بالنطاق، لان اساسا المين الميو كانت كم 4.51، فتعتبر داخله. طيب فنقيس ثقتنا بهذا النطاق. فخلاص انا بعد ما سويت انا اقول ان ايه انا واثقه انه راح يكون تمام الفيلنج، لانه انا اساسا المين داخل في الكونفيدنس انترفل. فكونكلوجنز يقول the filling process is achieving the desired result. فيقول انه خلاص الفيلنج بروسس وصلت للريزلت اللي هم يبونها، لان اساسا في النطاق. ف another word is when kind of sample from could have a confirm population distribution. فبعدين قام اعطانا مثال، قال لو اخترت 100 كوب، لو اخترت 100 سامبل وفيها 64 كوب، يعني كل سامبل يعني هم 100، كل واحدة منهم فيها 64 كوب من البوبوليشن، وحسبت كل شيء، انا اعرف ان الكونفيدنس ب 95، بحيث بيعطيني ان الكونفيدنس انترفل راح تكون 95 و5% ما راح تكون من ضمن البوبوليشن مين. حلوين حلوين.
هذا مثال ثاني يقول American Management Association Survey Middle Manager in the Retailer Industry and want to estimate their mean annual income. هم يبغون يسوون استيميت للمين حق الانوال انكم حقهم. فالسامبل اللي هو الان كان 49 مانجر. السامبل مين كان موجود كاتبينه يعني بوضوح انه 45,420. الستاندرد ديفيشن قالوا فخلاص هو انه هو نون عفوا بس ما قال لي كم الليفل الكونفيدنس ليفل. فاذا ما قال لي الكونفيدنس ليفل على طول اخليها 95. دقيقة ما أدري على طول حطها 95. لحظة ما أدري لكن لأنه ما أدري هم مو كاتبين في الكتاب فحطوها 95 لكن غالبا يعني ما راح يدينا في الاختبار إنه مو موجود. إن شاء الله موجود فما أدري والله صدق. طيب يقول what is the population mean. كيف أطلع ال population mean وهم معطيني إياه. فإذا ما أعطاني population mean هنا أنا أخذ ال sample mean وأخليه. فإذا سألني عن population mean وهو أساسا ما أعطاني إياه في السؤال وأنا ما عندي معلومات أساسا عشان أطلعه خلاص أخذ I estimated population mean من sample mean. طيب هذا كأنها أول شيء تكلمنا عنه. بعدين يقول وش reasonable range for the value of the population mean. قصده عطونا confidence interval. فالconfidence interval 95 بس أعوض في القانون وأطلع وهذا هو. طيب أنا طلعتها وأعرف إن المين 45,420. هل هي بهذا النطاق؟ نعم بهذا النطاق فيعتبر إنه confidence. آخر شيء يقول عطونا الانتربيو this result. فقاعد يتكلم نفس الشيء قالوا إن أخذنا سامبلز ثانية راح يكون 95 منهم confidence وخمسة ما هم confidence. طيب هذا برضو مثال ثاني بس ما أدري إذا في شيء جديد. طيب population unknown. ما في شيء صدق يعني نفس الفكرة اللي فوق. برضو هذا نفسه بالضبط. طيب نفسه يعني إذا أنت تبغون تحلون تدربون. بس مثلا هنا كان الكونفيدنس 99 فبدل ما نحط 1 بوينت مدري كم حطينا قيمة الزد هنا. طيب نجي الحين للسيتويشن الثانية لما يكون لما نبغى نطلع الكونفيدنس انترفل بس للمين طبعا بس الستاندرد ديفيشن للبوبوليشن غير معلوم. طيب فيقول in most sampling situation the population standard deviation ما راح يكون معلوم معطينا examples عليها. ما علينا الحين نجي نشوف الفكرة. يقول ان إذا الستاندرد ديفيشن ما هو معلوم ما نقدر نستخدم الزد ديستريبيوشن بداله راح نستخدم التي ديستريبيوشن. وهنا مفهمني ليش أنا قاعدة أستخدم ستاندرد ديفيشن التي ديستريبيوشن بدال الزد لأن لو الزد دائما عشان أطلع زد أنا محتاجة ستاندرد ديفيشن. طيب ال population standard deviation بس ال T أنا محتاجة ال S اللي هي sample standard deviation عشان كذا إحنا قاعدين نستخدمه. فهذه أقول characteristics لل T distribution. وش يقول؟ يقول هو يعتبر قريب أو مثل Z distribution. فز distribution عفوا قبل أقول هو اساسا التي ديستريبيوشن از ا كونتينوس ديستريبيوشن عنده بيل شيب وسيمتريكال يعني نفس شكل الزد بس انه في الزد ديستريبيوشن المين كان 0 والستاندرد ديفيشن كان 1. هنا لا
هنا المين يصير زيرو، بس الستاندرد ديفيشن will be different according sample size، فلازم تعرفون هذا الشيء. برضو يقول ان تيدر ديستريبيوشن مور سبريد اوت اند فلاتر ات ذا سنتر، as the sample size increase the t distribution approach because the error. فهوش قاعد يقول لي كل ما زاد السامبل سايز السبريد راح يكون اعلى لو تلاحظون، والايرور راح يقل، والتي ديستريبيوشن دائما يعتبر وايد لي اكثر من زد ديستريبيوشن. لو تلاحظون هذا وايد لمار على انه السامبل سايز اتوقع نفس الشيء. طيب ايش القانون حقه؟ نفسه بالضبط، بدال ال ستاندرد ديفيشن راح يكون عند زد راح يكون عندنا التي، بدال ستاندرد ديفيشن راح يكون عندنا الاس اللي هي ستاندرد ديفيشن حقت السامبل. حلوين. هنا قلناها، يلا ناخذ اكزامبل عليها. في كم اكزامبل؟ اي تمام، في اكثر من اكزامبل، بنشوف لو في افكار راح ناخذه، ما في افكار راح نمشي. تمام. انتوا يعني دربوا اكثر، بس انه عشان وقت الفيديو. طيب يقول انه عشان نستخدم هذا مثال. Tire manufacturer washers investigate the trade of. طيب قال لنا إن ترى السامبل هي 10. طيب هنا خلونا نركز دقيقة بقعد زين. السامبل 10 أوكي، وال driven 50 mile، والسامبل 100 عطانية. طيب وقال لي ان ستاندرد ديفيشن حق السامبل اللي هو اس هذا هو 0.09. فيقول عطونا لما يكون 95% البرسنت للكونفيدنس انترفل فور ا بوبوليشن مين وود ات بي ا ريزبل تو ريزنبل فور ذا مانيفاكتشر تو كونكلود ذات افتر 50. الزبده الحين راح نشوف انا وش عندي الجيفنز الاشياء الموجوده. عندي السامبل كم اللي هو ان 10، وعندي السامبل مين اللي هو الاكس بار، وعندي الستاندرد ديفيشن للسامبل، هذا موجود هذا موجود هذا موجود، التي موجوده لانه قال لي 95. طيب عفوا التي مو موجود، ما يعني ما هي نفس فكره الزد ان اقدر احفظها. التي عشان اطلعها، عشان اطلع التي عندي خطوتين. طيب اول شيء لازم شيئين لازم اعرفه، خلينا نقول اول واحد لازم اعرف الدي اف. الدي اف شلون اطلعه؟ اخذ الان اللي هي العشرة اللي هو عدد السامبل وانقص منه واحد راح يطلع لي 9، والحين بنشوف كيف هو يعني شلون نقدر نطلع منه التي. ثاني شيء احتاج اعرف الليفل اوف كونفيدنس، بعدها اروح للتيبل اخذ الرقم من هنا. الدي اف اللي انا طلعتها كان 9 والكونفيدنس كانت 95، بعدين أنزل وأطلع التي، فأنا كذا قدرت أطلع التي. طيب خلاص أنا طلعت التي وعرفت التي، وأنا كل المعلومات الباقية عندي بس أعوض يطلع لي ال الرينج. طيب هو أساسا سألني بآخر السؤال قال لي هل ال 0.3 هذه بتكون يعني confidence؟ فهي اي نعم confidence لانها تقع في هذا الرينج، it's fair inside this interval، فهي reasonable to يعني يسوون هذا الشيء اللي هم يبون يسوونه. صراحة يعني ما يخلي اقرا، فما ادري اذا فيها شيء مهم. الزبدة هذا example ثاني. example ثاني ايش فيه؟ فكرة غير انه مو معطينا السامبل مين ولا معطينا الستاندرد ديفيشن، فلازم تكونون يعني انتوا عارفين القوانين السابقه اللي هو ستاندرد ديفيشن للسامبل هذا هو قانونه، المين هذا قانونه، تسوونه بعدين تحسبون بس تعوضون.
هذول برضو طلعنا من القانون. بس هذه برضو 95% في نفس الشيء برضو نفس بالضبط. بس هنا يعني خل نطلع التي عشان نثبت التي شلون نطلعها. التي هنا كانت 15 طيب، لأنه هو أساسا قال الان 16 فنقصنا منها واحد، والكونفيدنس اللي يبونه 90 فهي 15 و90. يا رب يا رب يا رب إنه موجود. مو موجود، أتوقع إنها دقيقة، أتوقع إن عندي تي تيبل هنا دقيقة. وين التي تيبل؟ B5. اوكي هذا B1 B2 4 5. طيب كانت 15 صحيح، هذه هي 15 وكان هذا 90 فهذه هي القيمة اللي احنا نبيها 1.053. فبس عشان أعلمكم شلون طلعونها لو اختلفت الأرقام عن السؤال الأول، بس وتعويض مباشر وكل شيء تمام. بعدين هنا رجع عادلي متى أستخدم. الحين نجي learning objective 3 قبل الأخير. كيف هو طبعا learning يقول إن compute and interpret the confidence interval for a population appropriation. طيب احنا قبل شوي قاعد كنا نتكلم عن المين، طيب كيف نطلع الكونفيدنس انترفل للمين، سواء كنت اذا كنت اعرف الستاندرد ديفيشن للبوبوليشن استخدم الزد، اذا ما كنت اعرف راح استخدم التي. حلوين حلوين. الحين يبغاني استخدم الكونفيدنس انترفل بحيث اني اطلع البوبوليشن بروبوليشن اللي هي الباي هذه. طيب فهذا معطينا examples، يعني يقول the career service director at Southern Technical Reported. هو ايش الفكرة؟ بس يعني هو كأمثلة مثلا لما اقول ان هذول الطلاب 50% يحبون منهم مادة الرياضيات، فانت ستعرف وينو إنه 50% ما يحبونها، فالخمسين الأولى سكسيز والثانية فيلير. بس هذه الفكرة. فإيش هي أساساً الـ population؟ هي الـ fraction سواء كان كسر أو ratio الـ percent اللي أساساً indicate الـ part of the sample or the population having the particle characteristic of interest. فهي نسبة أو كسر أو ريشي أو بيرسنت تدل على جزء من السامبل أو البوبوليشن عندهم صفات معينة. طيب فعشان أعرف السامبل بروبريشن راح يكون راح أخذ النمبر أوف سكسيز على نمبر أوف آيتم سامبلز. الحين راح نشوفه. فايش يقول؟ عشان اطلع الكونفيدنس انترفل فور بوبوليشن بروبريشن عشان اسوي له ديفلوب لهذا الشيء، عندنا فولوينج اسامبشن. اول اسامبشن يقول ان البينومينال conditions البينومينال كونديشنز اللي اساسا تكلمنا عنها في تشابتر 6 اذا تذكرون لازم تتوافق مع هذه الاشياء اللي موجوده عندي ك population proportion.
اللي هي إذا تذكرون إن لازم يكون عندنا two possible outcomes، إنه يكون مثلاً success or failure، لازم تكون the probability success remain the same from the one trial to the next trial، إن trials نفسها تكون independent. The sample data are the number of success in in a trial. ثاني شيء، ثاني assumption يقول إن the value in by and ان في 1 ناقص باي لازم كلهم يكونون greater than or equal 5. طيب this condition allowed us to include the central element and طيب القانون ايش يقول؟ يقول ان b ناقص اللي هي ال proportion ناقص الزد في هذا الجذر، الجذر في البي في واحد ناقص بي على ان. طيب كيف اطلع البي؟ زي ما تكلمنا فوق انه هي sample population اللي هي x اللي هو number of success على population، عدد population، والزد نفس اللي قبل شوي نفس اول فكرة. فهذا مثال عليها. عندنا two union، واحدة PPA والثانية اسمها تي ماسترز، زدنا يبغون يدمجون أو شيء. فيقول إن ال PPA هذه at least لازم 75 من اليونين كلهم يكونون approve، يعني يقولون أوكي يلا بنسووا هذا التعاون بينكم. فيقول إذا كانت السامبل اللي هي N، طبعا هنا لازم نعرف إنه طيب إذا ال N كانت 2000 وال وخلنا نقول إن اللي وافقوا 1600 اللي هم ال X successes، فيقول إيش ال estimated of the population proportion develop ب 95% اللي هي Z confidence interval for the population. فيلا سويها. اول في اول شيء لازم اطلعه السامبل، سامبل بروبيشن راح اخذ السكسيز على عدد السامبل كلهم اللي كانوا هم 1600 على 2000 راح يطلع لي النسبه هذه. تمام. بعدين انا عندي هذا القانون، اول شيء لازم اعرف زد، كيف اعرفها؟ نفس الفكره اللي قبل او اني اكون حافظتها اللي هي هذه، وانا عرفت البي الحين فبس أعوض بالقانون، راح يطلع لي طبعا أجمع وأنقص، راح يطلع لي هذا الرينج. فيقول فلو قرينا فيقول إيه، فأش هو يقول basing your decision on this sample information can you conclude the necessary preparation for PPA member favor the major and why. فيقول إذا هل هذا الشيء بعد ما أنت تحسب الـ estimated confidence estimated، هل هذا هل إن نسوي الاندماج هذا أو لا؟ طيب هم من الأساس قالوا إن لازم 75% يوافقون، إحنا لو نشوف النسبة عندنا هنا من 78.2 إلى 81. طيب okay pass because interval estimated include value okay، فهذا الشيء لازم نسوي له pass. ليش؟ لان الانترفال استيميتد اساسا بس انكلود هذه الفاليو اللي هي من اللي هي اساسا تعتبر جريتر ذان 75%. فبس كذا يعني كنا نقول لا تسوون هذا هذا وبس، هذه هي الفكره. فزي ما قلت كلها قوانين ويعوض فيها، لكن كل قانون فيه مثلا اشياء لازم نعرف شلون نحلها. فلازم مثلا هنا نعرف شلون نطلع البي، نعرف شلون نطلع الزد، نعرف شلون نطلع التي. مرات ما يكون معطيني مرات ما يكون معطيني المين والستاندر، فأنا أروح وأحسبه. فايس بعدين نجي للفكرة الأخيرة اللي هو calculate the required sample size to estimate the population proportion or the population mean. فقبل لا نتكلم يقول عشان نسوي selecting
an approach sample size. يقول عندنا ثلاثة factors that determine the size of the sample, none of which has any direct relationship to the size of population. أول شيء يقول عشان أقدر يعني أختار ال sample. أول شيء عندنا margin of error. The research will فيقول لنا في السامبل في المارجن اوف ايرور كل ما كانت السامبل كبيرة طيب راح يكون الايرور قليل. فعندنا نيجاتيف ريليشنشيب. النقطة الثانية الليفل اوف كونفيدنس ديزاير، مثلا اذا كانت 95 97 90 99، فهذه تعتبر positive relationship. كل ما زاد ال confidence level of the confidence راح يزيد عدد السامبل، أو كل ما زاد عدد السامبل راح يزيد عدد هذا. آخر شيء اللي هو ال variance or the depression distributions of the population اللي هو sigma being studied. طيب هنا عندنا positive relationship، كل ما كان standard deviation كبير كل ما كان طبعا راح تكون السامبل كبيرة، بس غالبا standard deviation ما راح يكون unknown، ما راح نعرفه. فكيف we estimated the population standard deviation؟ عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى conducted a pooled study or a sample study اللي هي اني اسوي estimated من السامبل ستاندرد ديفيشن. انا عندي هذا ستاندرد ديفيشن، هذا هو اسوي استيميت بحيث اني اقدر اطلع البوبوليشن ستاندرد ديفيشن، وهي اكومن يعني اكثر طريقة تستخدم، زي ما سوينا فوق. اذا كان مثلا انا البوبوليشن مين ما اعرفه، فاروح اسوي استيميتد من البوبوليشن من السامبل مين. فهذه هي الفكرة. الطريقة الثانية use a comparable study، إني أقارنها مع دراسات سابقة. آخر طريقة اللي هو range based approach. range based approach إني آخذ max value أطرحها من main value بحيث إني أقدر أطلع لها. طيب الحين نجي نطلع يقول الحين نجي نستخدم sample size عشان we estimate two things، يا ال population mean أو ال population proportion. طيب هنا يقول we can use sample standard deviation إذا ال population standard deviation مو عندنا. طيب زي ما قلنا نسوي لها زي ال estimate. فإيش القانون يقول لي؟ إنه السايز حق السامبل اللي هو n يساوي z ضرب الستاندرد ديفيشن بالبوبوليشن على الايرور. طيب اللي هو راح يعطيني اياه مرفوع لـ2. فلو جينا نقرا السؤال هنا ايش يقول السؤال؟ يقول ان student in a public demonstration wants to estimate the mean monthly earning of the city council's member in large cities. طيب هي تبغى تقيس المين اللي يجيبونه القنصل، يعني اللي في القنصلية، الممبرز اللي في القنصلية بالمدن الكبيرة. فمن البداية قال ان شيت لولر a margin of error $100. فالإي خلاص صارت معلومة عندي انها $100. ان estimated mean وضح لي ان انا الحين بسوي estimated mean. She would also refer to report the interval estimated with 95. فانا خلاص ال confidence level او ال estimated level عندي اللي هي 95، فانا اقدر اطلع ال z level of confidence. طيب برضو the student formed a report by the department of labor
that reported إن the standard deviation طيب هو $1000. What is a required sample size؟ لما يطلب لي required sample size استخدم القانون. فإيش هو؟ أنا أساساً الإي معطيني إياها اللي هي الإرر، والستاندرد ديفيشن معطيني الزد أقدر أطلعه من هذا، فبس أعوض عشان أطلع ال السامبل سايز اللي أنا أحتاجها. فأنتوا فهمتوا الفكرة إنه أنا الحين إيش شغلتي من هذا ال من هذا ال من هذا القانون، إني أطلع إني أطلع سامبل سايز. طيب فهذه الفكرة الأولى أخذنا سويناها. طيب في إيش قال؟ قال do you recommend to study to do the study with 99 level of the confidence؟ فإيش أسوي الحين؟ أروح وأعوض طبعا بنفس القانون، بس بدال الزد، بدال قيمة الزد ما كانت إنه على أساس إنها 95% راح تكون 99%، فراح أطلع قيمة الزد 99% من level of the confidence وأعوض بالقانون. إذا عوضت بالقانون راح يطلع لي العدد، هنا كان 384 وهنا كان 664. فيقول an increase from the 95 to the 99 level the confidence result an increase of 279 observation. فيقول ان احنا لما زدنا level of the confidence من 95 ل 99 عدد الـ population اللي مفروض عدد السامبل المفروض تاخذها زادت بهذا العدد. فيقول it would greatly increase the cost of the study in term of the both time and month and money. فيقول ان بما ان زاد عدد السامبل لذلك بيزيد عليها الكوست حقت هذا، سواء كانت time وقت سواء كانت فلوس. ف hence another level of the confidence should be considered carefully according to the finish resource available of the study. بس يعني بس انه خلانا نسوي طريقتين بحيث نعرف انه ان number of the sample راح يتغير اذا تغير ال confidence level، وان كل ما زاد ال confidence level راح يزيد ال number، لان احنا تكلمنا عنها قبل شوي قلنا ان كل ما زاد ال confidence زاد ال level زاد ال sample number. طيب الحين برضو sample size to estimate the population proportion. فالحين لما يكون عندي كيف أطلع sample size بحيث إنه يكون مثلا المعطيات الموجودة عندي راح تكون ال probability population proportion اللي هي by ومثلا معطيني ال error معطيني الزد أساسا راح توضح لي الحين شلون. فيقول لي لما يكون مو معطيني ال population proportion راح استميت راح على طول اقول ان ترى هو اسيوم ان ترى 0.5. فهنا سؤال يقول ان student in the previous نفس student اللي قبل شوي want to estimate the population of the cities that have a private river collectors. The student went to estimate the population proportion فموضح لي إنه يبغى هذا الشيء with the margin error معطيني margin error معطيني level of the confidence بحيث أطلع الزد. يقول has no estimated for the population proportion فإذا هو ما هي estimated على طول بقول إنها 0.5. فوش sample size بس أعوض بالقانون راح يطلع لي، وهنا نفسه بس أعطاني أعطاني فبس أحوض فيه وخلصنا. كان نكون خلصنا، ترى سهل ما أرضى الدرس بس إنه يعني يحتاج شوي تركيز وتكون القوانين قريبة من عندكم يعني دوختكم شوي. فإن شاء الله يا رب إنه يكون الشرح واضح بإذن الله. بنحاول اليوم نستكمل جزء من 10 وبكرة جزء بحيث إنه نخلص بدري. يعطيكم العافية جميعا، بالتوفيق للكل. لا تنسوني من دعواتكم، إن أخطأت فمن نفسي من الشيطان وإن أصبت فمن الله. مع السلامة.